للأسف أنا مش لاقية أي دعم وبفكر أوقف المشروع بتاعي. الجملة دي بسمعها عدد لا نهائي من المرات يوميا، وقد إيه بتبقى مؤلمة لما بنقراها وبنبقى عايزين نجري على صاحبة البوست علشان ندعمها ولو بكلمتين، يعني نطبطب عليها. بس أنا عندي وجهة نظر مختلفة. تعالي أقولك أنا بعمل إيه. مين قالك إن أنا يوميا بلاقي الدعم؟ مين قالك انه ينفع اصلا ان احنا نتكل على حد طول الوقت ان هو يدينا الدعم؟ اقوى انواع الدعم اللي انت بتديه لنفسك الدعم النفسي. وكمان انا شايفة انه اصلا من الظلم ان احنا طول الوقت نفضل مستنيين الدعم من اهلنا، من اصحابنا، من زمايلنا في العمل، لان ده هيبقى برضو دعم مؤقت. مش طول الوقت هم كمان عندهم الطاقة ان هم يدونا دعم. افرضي مثلا انت محتاجه دعم في وقت معين، وده وقت اللي هيبقى مثلا بتاع الامتحان بتاعك او نجاح مشروعك او ايفنت مهم جدا جدا في حياتك، واللي حواليكي عندهم مشاكل مش فاضيين ان هم يدعموكي، هتقعي؟ هتوقفي عشان مش لاقيه دعم؟ انا مش شايفه ان ده صح. انا شايفه ان الصح وفعلا هو ده اللي انا بدات امشي عليه، اللي الواحد يدعم نفسه في اكتر وقت انت فيه حاسه بانك فعلا محتاجه الدعم. اوعي تستني دعم من حد، دعمي نفسك، حطي لنفسك اهداف، حطي لنفسك حاجات معينة تنفذيها، وحاجات صغيرة جدا ومهمات صغيرة جدا، علشان لما تنفذيها فعلا تفرحي وتحسي بالانجاز. كل ما عملتي كده كل ما فرق معاكي نفسيا وعرفتي تكملي. يعني مثلا لازم كل فترة تكتبي انت عايزة تحققي 5 حاجات خلال الشهر، لو نفذتيهم يبقى لازم تكافئي نفسك، ولو بحاجة بسيطة، خامة بقى انت بتحبيها عايزة تشتريها، تلوين معين او رسم معين، تخرجي لوحدك. على فكرة موضوع انا شايفة يعني موضوع الخروج لوحدي ده بيسبب لي سعادة كبيرة جدا، لان بصفي ذهني تماما من حاجات كتير عملالي دوشة وسترس، وفي نفس الوقت بتفكري مع نفسك اكتر. واعزلي نفسك عن السوشيال ميديا تماما، اقفلي موبايلك، اقفلي الانترنت، اقفلي كل حاجة، وقعدي فكري انت بتعملي ايه، وهل انت ماشية صح، وهل ده الطريق اللي انت كنت عايزاه واللي انت رسماه. وهو ده فعلا اقوى انواع الدعم اللي انا شايفاه عشان تقدري تكملي. عايزة اقول لكم كمان ان مش طول الوقت اللي بنزل فيها فيديوهات انا ببقى فيها كويسة، بالعكس، يمكن اكتر الاوقات اللي فعلا بنزل فيها شغل هي اكتر الاوقات اللي بيبقى عندي فيها مشاكل، وده لان الفترة اللي الواحد بيبقى مضغوط فيها نفسيا بتبقى اكتر فترة يقدر ياخد من نفسه باور، يمكن اكتر من الاوقات اللي بتبقى انت فرحانة فيها. معروف يعني عن الفنانين زمان انه اكتر حالات الابداع او اكتر الاوقات اللي بيطلعوا فيها ابداع الحالة اللي هي الاكستريم، يعني يا اما فرحة قوي يا اما حزن قوي، ويمكن الاكتر كمان لما تبقي زعلانة او غضبانة او جواكي طاقة رهيبة جدا سلبية، تطلع بقى الطاقة السلبية دي في حاجات ايجابية اللي هو شغل اكتر، انجاز اكتر، هتلاقي نفسك بتدي نفسك دفعة كبيرة جدا انك تخرجي نفسك لوحدك من غير ما تحتاجي لاي دعم. لما حد بينزل بوست وبيقول انا محتاجة دعم، كل اللي هتاخديه 100 كومنت، لا انت شاطرة كملي، هل دول اللي انت مستنياهم تعتمد عليهم؟ الكام كلمة دول انت مستنياهم تعتمد عليهم عشان تقوي نفسك تاني وتقفي؟ الكام لايك اللي انت هتاخديهم على البوست اللي انت عارفة ان هيبقى 80% من الكلام ده هيبقى مجرد ان انت صعبانة عليهم؟ هو ده نوع الدعم اللي انت فعلا مستنياه انك تصعبي على حد؟ لا، انا مش شايفة ان هو ده. لازم تبقي فعلا قوية من جواكي، وتبقي حاسة فعلا ان انت قد المسؤولية، قد مسؤولية مشروعك، قد مسؤولية الحاجة اللي انت بتعمليها. والدنيا مش كلها بس روتين يومي، لا، لازم يبقى فيه هدف في اخر الشهر انت بتطلعي بيه، انا الشهر ده عملت فيه كذا. مش هقولك باسبوع ولا باليوم، انا هقولك بالشهر علشان تبسطي الموضوع على نفسك. كل ما عملتي تاسكات صغيرة خالص او تارجت صغير خالص وعرفتي توصلي له هتحسي بالانجاز. فده اللي انا فعلا انصح اي حد بيه. اشتغلوا كتير، حتى لو انت زعلانة ومتضايقة قومي شخبطي، اعملي اي حاجة، اعملي اي حاجة بسيطة جدا، هتلاقي نفسك اول ما تبتدي الشخبطة دي مش عاجباكي، المرة التانية هتلاقي نفسك بترسمي مربع،
بعد كده هتلاقيكي بتحوري المربع ده تعمليه بيت، بعد كده هتلاقي نفسك بترسمي جنينة وزرعة حواليها، بعد شوية هتلاقي نفسك عايزة تظللي الرسمة، هتقلب معاكي شكل مختلف تماما. ده انا بتكلم عليه يعني في الحتة الفنية. ممكن كمان مش شرط بس ان تكون انتي مثلا يعني تطلعي ده في الرسم، انا بديكي مثال يعني مثلا خلينا نتكلم في المطبخ، ممكن تدخلي تعملي حاجة بسيطة في المطبخ، تعملي فنجان قهوة شكله حلو، ممكن بعد كده تطوري الموضوع تعملي كيك، تطوري الموضوع اكتر تعملي لهم تورتة حلوة، هتلاقي نفسك بتخرجي منك لنفسك من الكبت او الزعل او اي حاجة انتي شايفاها سلبية موجودة. وده فعلا يعني انا انصح بيه، خرجي نفسك بنفسك، ما تستنيش الدعم من حد، وده مش معناه انك تتخلي عن اللي حواليك او ان اللي حواليك يتخلوا عنك، لأ بالعكس، بس خليهم زي الاكسترا باور. يعني مثلا انت ماشية في طريقك ومكملة، ومش شرط ان انت تستني ان حد يقولك الله دي حلوة وجميلة، بس انت مكملة وبتنزلي شغلك وبتنجزي وبتعملي اللي انت عايزاه، لو حد في الطريق شاف شغلك واعجب بيه وقالك برافو وشاطرة وكملي، يبقى ده اكسترا باور، لكن ده مش الاساس اللي انت تعتمدي عليه. كتير جدا بتجيلي فترة القوقعة ان انا ما بقدرش اتكلم مع اي حد خالص، الفترة اللي مش برد فيها على كومنتات لان انا مثلا ببقى عندي ضغط وكبت شديد جدا وعندي مشكلة وعايزة اخرج منها، فبشتغل من غير ما بص حتى مين بيقولي كلمة حلوة، مش عايزة حد يقولي كلمة حلوة، مش عايزة اشوف حاجة فعلا تتهبط من معنوياتي. ما هو انت لما هتشوفي كلمة حلوة هتبقي راضية عن المستوى اللي انت فيه، لكن طول الوقت وانت بتشتغلي من غير ما تبصي على الكلام الحلو، صدقيني بجد هيفرق معاكي جامد جدا في طريقك ومشوارك. لغاية ما حصلت معايا موقف وحسيت فعلا اللي انا بقوله ده، وعشان كده انا بقوله لكم هو الصح، ان بشتغل انزل الشغل من غير ما بص يعني جاب كام لايك، جاب كام مشاهدة، جاب كام، الكلام ده بالنسبة لي انا مترفعة عنه تماما، ويمكن ده اخر همي ويمكن دي اخر حاجة ببص عليها. لدرجة ان انا جاء وقت عليا بقيت بنزل شغل من غير فعلا ممكن يكونش حد بيشوفه، من غير ما بعمله شير، بقول اللي خلاص شافه شافه، انا عايز اشتغل، انا عايز اشتغل وبس، من غير ما حد يعني استنى من حد ان هو يشوفه او أن استنى اي حاجة. وفعلا ما كنتش بشوف يعني كومنتات ولا كنت بشوف مسجات ولا اي حاجة، لغاية ما فجأة كده رحت لأهلي في تجمع عائلي كده في العيد، ولقيتهم شايفين الشغل، ولقيت أصحابي بيكلموني وبيقولوا لي آه إحنا شايفينك وإنتي أندر سبوت. أنا اتفاجئت لأن أنا فعلا مش مستنية من حد إن هو يشوفه، بعمل لنفسي مش بعمل لحد أو عشان حد يتفرج على شغلي. أنا بشتغل علشان يبقى عندي اتزان نفسي، ما طلعش كبتي مثلا في الأطفال علشان أنا قعدت مثلا علشانهم وسبت الشغل بتاعي دلوقتي لغاية ما أراعيهم وأكبرهم، ما طلعش كبتي مثلا في جوزي عيني وهو جاي تعبان من الشغل وأفضل يعني أقول له حاجات سلبية وإن أنا متضايقة طول اليوم وإن هم مطلعين عيني وي وي وي، لما على الأقل إن أنا بشتغل بطلع الكبت اللي جوايا، ما طلعوش في حد، ما طلعوش في زهق على حد، ما طلعوش في مضايقة لحد، ما طلعوش في لوم طول الوقت على الناس، انت مش بتسألي عليا ليه، انت مش بتكلميني ليه، انت مش عارفة ان انا كنت في مشكلة، انت مش شايفاني اختفيت. كل الكلام ده انا بتخلص منه تماما اول باول في اني بشتغل وبس، من غير ما استنى اي حاجة، بشتغل لنفسي فقط بس. هو ده اللي انا عايزه اقوله لكم، يا رب فعلا اكون وصلت لكم يعني كل اللي انا كنت عايزه اقوله، لان الكلام ده يمكن انا بقوله لكل حد على حده، ويمكن تكون في ناس كتير جدا محرجه ان هي تكتب الكلام ده، او الكلام ده بيبقى جواها ومش عايزه حتى تكتبه، يعني اللي كتبوا الكلام على الاقل لقوا شويه من الدعم من الناس، لكن اللي ما كتبوش حاجه خالص ولسه قاعدين ورا الشاشات لسه قاعدين متضايقين ومحبطين وهكذا. طيب ده كانت قصه اللي انا فيه، او كل الشغل اللي انا فيه، او بص انا مش همنتج حاجه فهينزل زي ما هو. عامه دي كانت فكره المسابقة اللي أنا كنت عاملها قبل كده اللي اسمها أنتي بطلة مشروعك. المسابقة دي أنا كنت عاملها أو الهدف منها كلها أن أنا شايفة أن كل واحدة بتحاول تعمل لنفسها مشروع وهي قاعدة في البيت فعلا هي بطلة المشروع بتاعها، لأن هي اللي بتكتب الكونتنت، هي اللي بتعمل التصميمات،
هي اللي بتصور، هي اللي بتشتغل هاند ميد، هي اللي بتعمل كل حاجة بنفسها، هي اللي لازم تدعم نفسها بنفسها. ما ينفعش بعد كل اللي انت بتعمليه ده وتيجي في الاخر تبقي مستنية مجرد كلام. لا، ما تستنيش حاجة خالص، وانت بطلة مشروعك، هتقدري تكملي وهتقدري توصلي. اعتمدي على نفسك، حتى الدعم اعتمدي فيه على نفسك عشان فعلا تقدري تبقي قوية وتقدري تكملي. ومش شرط خالص موضوع انت بطلة مشروعك ان يكون عندك مشروع او تبقي مستنية من وراه ربح او ايا كان. احنا كبنات فعلا مهم جدا بالنسبة لنا، يمكن اكتر من الاكل والشرب، هو تحقيق الذات اللي يوميا بنبقى فعلا محتاجين ان احنا نثبته. وخصوصا كمان لما انتقلت ان انا بقيت دلوقتي قاعدة بشتغل من البيت، حسيت اكتر بالناس اللي قاعدين خالص عمرهم ما اشتغلوا ولا جربوا شغل. فعلا حقيقي بيبقوا محتاجين ان هم يحققوا لو حاجة صغيرة خالص، حتى لو كانت يعني مجرد رسمة صغيرة، يعني اي حاجة بسيطة، بس الواحد يحس ان هو بيعمل حاجة مفيدة في اليوم بتاعه، يطلع بيها كنتيجة ويحطها قدامه ويبقى مبسوط بيها. الترويق وتربية الاطفال وكمان الاهتمام بالمنزل والطبيخ والحاجات دي مسؤوليات عظيمة جدا 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 جدا، بس دي حاجات دورية روتينية يومية بتحصل وبتتكرر كل يوم. فمن كتر ما انتوا كررتوها فما بقتش القيمة بتاعتها بقت كبيرة، او الانجاز او ده يعني ما بقيتيش تحس ان ده انجاز من كتر ما بقى ده بالنسبة لك روتين يومي. فانت طول الوقت محتاجة ان يكون عندك حاجة بتحققيها او بتنجزيها يوميا. اعملي اي نوع من انواع الفنون، عندك انواع كتير جدا جدا. انا عمالة ادخل من نوع فن واخرج وادخل نوع تاني واجرب حاجات كتير جدا عشان كمان ما زهقش. مش واخدة الموضوع خالص للربح قد ما انا واخداه بتحقيق ذات، وان انا بعمل لنفسي براند ان شاء الله لما الاولاد يعرفوا يعتمدوا على نفسهم، ساعتها ان شاء الله اقدر اكمل في المشروع والتزم الالتزام بقى اللي هو خلاص انا كده بشتغل رسميا. يعني انت كمان اعملي كده لغاية ما تخلص مسؤولياتك الكبيرة واعتماد الاطفال عليكي او اعتماد البيت عليكي او اعتماد اهلك عليكي لو انت لسه بتدرسي. اعملي كده، اعملي حاجة صغيرة لنفسك، اعملي بزنس صغير لنفسك، منها هتدخلي ربح صغير لنفسك، وفي نفس الوقت انت قاعدة يعني بتنجزي، فاهمة؟ بس كده. وانا اسفه فعلا ان انا حسيت ان انا رغيت كتير، بس حقيقي فعلا بتضايق قوي لما بشوف اي حد منكم زعلان او متضايق. يا رب كلكم تنجحوا ان شاء الله. ودي سلسله فيديوهات جديده ان شاء الله باذن الله هضيفها للمجموعه، هسميها بقى فيديوهات المطبخ، او ممكن استنى اقتراحاتكم تقولوها لي. فيديوهات المطبخ ليه بقى؟ لان وانا واقفه دايما في المطبخ ببقى عايزه اسمع حاجه من غير ما تقف، ببقى محتاجه اسمع حاجه مهمه ومفيده علشان استفاد حتى بالوقت اللي انا بطبخ فيه، علشان ما تشتتش وما زهقش. هستنى اقتراحاتكم لو عندكم مسميات تانية، وكمان استنوا ان شاء الله باذن الله مسابقه رقم 2 من انتي بطله مشروعك، لان ما شاء الله لقيت عليها اقبال كتير جدا، فان شاء الله هكررها قريب جدا، هرتبها وانظمها وانزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.